تعرفوا إلى ملكة جمال العرب 2025 نرجس بيطار، سحرت القلوب بجمالها وإطلالتها وصوتها الجميل يتصدر. مين هي ملكة جمال العرب لبنان؟ أقيم حفل مميز باختيار ملكة جمال العرب لبنان 2025 بمدينة السحر والجمال تبرجة قاعة بلازا بالاس في لبنان برئاسة دكتور حنان نصر رئيس مؤسسة ملكة جمال العرب بالعالم العربي وأوروبا وبدعم وإشراف وكالة خبر عاجل بقيادة الإعلامي زكريا فحام. وتوجت الجميلة نرجس بيطار بلقب ملكة جمال العرب بجمهورية لبنان لهذا العام، وحصلت كل من زينب خليفي لقب الوصيفة الأولى، والثانية ماريبال مطر، والثالثة لين ترشيشي، والرابعة لين كردي. مس عرب وورد لبنان نرجس بدي لك ألف مبروك، اليوم توجتي. وقد قام بإحياء وتقديم الحفل المتألقة بتول بني نجمة The Voice وبمشاركة النجم أمير يزبك والنجم وسام الأمير. وصرحت الدكتورة حنان نصر أن نرجس ملكة جمال العرب لبنان ستشارك في الختام العربي والذي يقام بجمهورية مصر العربية في شهر يناير القادم مع جميع الملكات المشاركات من الدول العربية. وشهد الحفل أيضاً لحظات مؤثرة أبرزها تتويج المؤثرة ربيكا يزبك المعروفة باسم باكي التي تعرضت لحادث سير العام الماضي أدى إلى شلل نصفي. رغم التحديات الصحية كانت ربيكا مثالاً للشجاعة والإيمان ما أضفى بعداً إنسانياً على الأمسية. أما المفاجأة الأبرز فكانت أداء نرجس بيطار التي توجت بلقب ملكة جمال العرب لأغنية بحبك يا لبنان للسيدة فيروز مظهرة بذلك موهبتها المميزة في الغناء. وقد تضمنت لجنة التحكيم مجموعة متخصصة منهم سيدة الأعمال وسفيرة التروت أم عبدالله الشمري، الممثل وجيه صقر، الممثلة غنوة محمود، الإعلامية والممثلة ريتا خوري، الدكتور اختصاصي التجميل الجراحي أحمد جراح، خبيرة ومدربة التجميل والميك أب باسكال عبيد وغيرهم من الخبراء. هذا وقد انبهر الحضور بتصاميم ملابس السهر من عمل مصممة الأزياء اللبنانية جوال نمنم. وقد سهر المجتمع اللبناني من كبار الشخصيات وسيدات المجتمع الرقي حتى ساعات الصباح. وتضيف الدكتورة حنان نصر عن سعادتها بنجاح الحفل وذلك بالمجهود الرائع الذي بذله وكيل المسابقة بلبنان زكريا فحام وأن جميع الحاضرين هم أساس النجاح. إني رأيت من العيون عجائب وراك أعجب. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.